وسهلا بكم معايا في فيديو جديد وصفه جديده وروتين جديد. اليوم غندير معكم واحد الوصفه سهله مهله ديال النهار اللي ما عندكش فيه الكانه الطيبي، باغا شي حاجه اللي كتوجد دغيا. المهم انا درت واحد الحسوه وباش نرافقها تبعوني. سهله مهله، عندك باقيطه وعندك الثومه، يلا نصاوبوا الوصفه مع بعضياتنا. قبل ما نقدم لكم الوصفه حبيباتي، كنطلب منكم المعذره على هذا الغياب اللي كان ماشي بالاراده ديالي. المهم الفيديوهات راه موجودين عندي بزاف، غير هو ما عنديش الوقت باش ندير المونتاج. المهم هادو هما الشرائح اللي بغيت نقدم عليكم اليوم. شوفوا تيجيو رائعين لداخل، تيكونوا رطيبين وكريميين، ومن برا مقرمشين واحد القرمشه هائله. المهم انا قطعت الصوت هنا اللي كان ان كان عندي الصداع، وفي اخر الفيديو راه غادي يبان لكم القرمشه وغتسمعوها. قبل ما ندوزو للمقادير، كنتمنى اللي مازال ما دايرش ابوني يتابونا، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وديروا لايك بيان سور وبارطاجيو الفيديو. كيف ما تتشوفوا هنايا، غادي ناخذ واحد الكره كامله من الثومه وغادي نغلفها في الورق الغذائي، لان ورق الالومنيوم راه مضر بالصحه، وهاد من فوق منه ورق الالومنيوم. كنغلفها مزيان وتنسدها مزيان، ومن بعد تنديرها في الفرن ديالي اللي تنكون مسخناه مزيان على واحد الدرجه ديال 200، وتنخليه واحد 15 دقيقة تقريبا. ومن بعد ملي تنخرجها بحال هكاك، تتكون بحال واحد الكريمة كيف ما غادي تشوفوا. عرفتي راه غير هكا بوحدها كتجي بنينة. المهم هنا تنضيفها واحد الإناء زلافة ولا، وتنزيد عليها واحد المعلقة كبيرة من الزبدة اللي كتكون على درجة المطبخ باش تجيكم أسهل. وهنا تناخذ البيرسيل اولا المعدنوس، وتنقطعو تنقرضو كما حنا موالفين نقرضو على هذه الطريقه، هذه رقيق مزيان، وتنضيفو الخليط ديالي. هنا تنضيف اي جبن محكوك عندي هنايا، وتنحاول نبقى نمعس مزيان. داكشي علاش قلت لكم خص الزبده تكون على درجه المطبخ، حتى كتمعسوا مزيان تتولي عندكم الخليط على هذا الشكل هذا. وتنضيف به الفلفل الاسود اولا الابزار، وشويه ديال الملح بطبيعه الحال. انا هنا تنستعمل هذاك الملح الغليظه ديال البحر لو غروسيل، تيجي بنين في المذاق. المهم من بعد ما تنخلط هادشي، تناخذ واحد الباكيطه اللي كنقطعها هكا يا دواور بالطريقه اللي بغيت انايا. بغيتو تقطعوها مايله شويه حتى هي تجي زوينه في المنظر، شرائح بحال هكايا ما كتكون غليظه بزاف ما رقيقه على هاد السمك هذا. وهنايا من بعد ما وجدت اللاطه اللي غتمشي للفران، تندوز للدهن، تنبقى ندهنهم كاملين بهذاك الخليط اللي وجدت معكم من قبل. ما تنساوش بطبيعة الحال الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وتبارطاجوه مع الاحباب ديالكم، واللي مازال ما مابونيش في لاشين مرحبا به، ممكن يدير ابوني، وبيان سيغ تفعلوا هذاك الجرس باش يوصلكم كل جديد. هنايا تنضيف جبن موتزاريلا، يعني ممكن تعاودوا تضيفوا غير هذاك الجبن المحكوك الا ما عندكم الجبن الموتزاريلا، انا هنايا كان عندي ضفته.
وهنا تنزيد واحد شويه ديال زيت الزيتون، هذه واحد الخطوه اختياريه، هو تيجي تزيد شويه البنه، واللي بغى يدير حتى هذاك شويه الزعتر او لا اعشاب منسمه ممكن، انا ما درتهمش اليوم. المهم من بعد ما كنت سخنت الفرن ديالي تنخليهم واحد ما كاملاش 10 دقائق غير يتحمر لي هذاك الفرماج ديالي، وانتم كيما شفتوا راه تيجيو رائعين، واحد القرمشه سمعوا ما نعاودش لكم، عرفتي بنانين ساهلين تيوجدوا في دقائق، ممكن تقدموهم كمقبلات اولا بحالي انايا قدمتهم مع الحسوه ديالي كيف ما قلت لكم في اول الفيديو. بالصحه والراحه غندوقوا معكم ومن بعد نوريكم حسوتي. فوالا، المهم انا قدمتهم على هذا الشكل، هذا كان شويه البرد جاتني القضيه زوينه. هذه الحسوه كنت زدت عليها شويه ديال الزويته هكا ياك بلديه من الفوق. شكرا حبيباتي لتتبعكم الفيديو، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. اذا كان نال فعلا الاعجاب ديالكم ما تنسونيش باللايك، وكيف ما كنقول لكم دائما رايكم تيهمني، خليه ليا في التعليق و بارطاجيو، و الا كنتو جدادين عندي مرحبا بكم، ديروا ابو